ورجعنا تاني، والفقرة دي جاية لك من التالتة شمال. بعد انطلاقتك القوية اتقال ان احمد بلال هيعدي كابتن حسن الشاذلي، ليه ما حققتش ده؟ انا كل 5 ايام كنت بتعور، يعني اتصبت كتير جدا. انا بص، الموسم اللي خدت فيها هداف دوري، احنا زمان طبعا كنا بنلعب كام ماتش؟ 26 ماتش في 14 فرقة، انت لعب 26 ماتش، دلوقتي بقى ما شاء الله بيلعبوا، دلوقتي هم كام فرقة؟ 18، لعبوا 32 ماتش. انا الموسم اللي خدت فيها هداف دوري عام، والموسمين اللي خدت فيهم تاني هداف دوري عام، انا لاعب نص موسم بالظبط. طب المشكله كانت فين؟ المشكله مثلا في التأسيس، ولا في الملعب، ولا في الدكتور، ولا ايه؟ بص، ما هو زمان الامر كان مختلف شويه، يعني دلوقتي ريكفري اسرع، الدنيا احسن بكتير، عندك الاجهزه والجيم والطب تقدم بشكل كبير جدا جدا. زمان اللي كان بيتعور بيقعدوا 3 4 6 اشهر، يعني عشان يعني انا جالي شرخ اجهادي مرتين، قعدت 3 شهور و3 شهور تانيين. يعني تخيلي مثلا واحد بيلعب على في نفس الموسم؟ في نفس الموسم والله، في رجال الاثنين شمال ويمين. يعني وطبعا من الحسد اكيد، يعني اكيد حسد لاني دايما متميز. اوكي انا قلت اقول انا يعني ماشي. اوكي مش مشكله. انت تفتكر ان ممكن في حد فعلا يكسر رقم كابتن شاذلي؟ والله انا كنت اكسره. طب حد تاني؟ والله العظيم ما تسالي، هم مش عني هم في الاستاديوم في الاعداد. انا كنت، انت عارف الدور الاول انا جايب كام جول؟ تخيل كام؟ 15 جول في 14 ماتش. 15 جول في 14 ماتش. الدور الثاني لعبت 5 ماتشات بس، جبت 4 اجوال. اكتر من جول في الماتش. انا بقول لك اهو، انا في ريكورد باسم معمول لحد دلوقتي في الدوري المصري، جايب 12 جول في 12 مباراه متتاليه، مش متقطعين، متتالي، يعني كل ماتش بجيب، الحمد لله بجيب، كنت بجيب اجوال. فلا يعني الحمد لله امكانيات كانت كبيره، بس انا يعني انا كنت اعور كتير، يعني انت عارفه بقى ايه، عارف شايفين لعيب سوبر ستار جاي، فكله عمال يحسد فيك بقى، رايح جاي رايح جاي لغايه ما اتحسدت. والله العظيم والله اتحسدت كتير جدا. السؤال ده جاي لك من الثالثه شمال. ايه رايك في صفقات الاهلي الجديده؟ بص، احنا محتاجين سنتر فيرود الحقيقه، يعني محتاجين 9 بمواصفات 9، مش محتاجين مهاجم، يعني برضو عشان يبقى الكلام واضح، ويعني ايه تو ذا بوينت، يعني احنا محتاجين لعيب بمواصفات رقم 9. الناس اللي موجوده ناس حلوه جدا ولعيبه كويسه، شريف كويس وشادي كويس وكلهم لعيبه كويسين، تمام، وكهرباء، كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه مستواهم كويس. ولكن ولكن احنا محتاجين لعيب بمواصفات 9. احنا محتاجين، لكن السؤال هنا بيسالوك عن الصفقات اللي جت. ماشي، كلها كويس، يعني خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، مروان كويس، قندوسي، والقندوسي لعيب هايل جدا 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 جدا، وانا ما شفتوش كريستو الحقيقه، يعني ما اقدرش، انا شفت القندوسي لكن ما شفتش كريستو، تمام. دول لعيبه كواليتي عاليه، ينفعوا الاهلي فيما بعد، لكن انت محتاج حد في الوقت الحالي، انت محتاج فرود يترجم الهجمات الكتيره جدا جدا بتاعت النادي، يلعب في 18، يعرف يلعب دماغه كويس، تعرف في 18 قوي، محطه، محتاجين النوعيه دي من الفراوله. في وقت من الاوقات كان جمهور الاهلي زعلان منك وانت بتقدم برنامج، صالحتهم ولا لسه؟ لا، هم ما سمعوش كل الحوار، وطبعا اللي بيتاخد جزء ويترمي على السوشيال ميديا، فهم كانوا زعلانين في الحته. يعني انت شايف انك اتفهمت غلط طبعًا. في الحوار؟ انا طول عمري اهلاوي، انا عمري ما كنت زملكاوي ولا حبقى، يعني مستحاله، مستحاله. وهما كان ناس زعلانين، على فكره ناس زعلانين عشان العلاقه الحلوه اللي ما بيننا وما بين بعض، يعني ممكن يكونوا شايفين احمد بلال ده اهلاوي جدا 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 ومعبر بشكل كبير عن الاهلي، تمام، ممكن يكون لما كان مذيع كان بيحاول ان هو يبقى حيادي، فما زعلانين انت ممكن تكون حيادي او بتحاول يعني تكون حيادي، يعني هما بص انت ليك تصنيف عند جمهورك، كل واحد فينا ليه تصنيف عند جمهوره، تمام. انا تصنيفي عند جمهور، انا راجل اهلاوي خلاص، هو كده الاهلي قوي، في محبه كبيره، في عشم كبير، طبعا كبير، فعشان كده ممكن يحصل زعل. طبعا ما هو الزعل من العشم، هم جمهور الاهلي، هم بيحبوا، واحمد بلال طبعا بيحب جمهور الاهلي جدا جدا، يعني تمام. انا ما رضيتش اروح الزمالك عشان ما ازعلش جمهور الاهلي، لان ما اقدرش، يعني انا في بيني وبينهم علاقه كبيره جدا، الناس اللي حبيتك وشالتك فوق دماغها طول الاوقات، والى الان الناس الحمد لله يعني بتحترمني وبتحبني وبتحترم تاريخي وحبي للاهلي. فطبعا جيل، كانت في وقت كنت انا شغال في مذيع، وكانت تجربه طبعا فاشله جدا بكل المقاييس، عشان ما تقولش ان انا يعني بشكر في نفسي،
باعتراف لاول مره يعني، ده يعني يتكتب هنا في السجادة الحمراء. فاشله بكل المقاييس يعني، كانت لسه يعني اول مره اشتغل مذيع تمام، وما كانش فيه يعني انت التولز اللي انت شغال بيها ما كانتش احلى حاجه بصراحه حقيقه يعني، كانت لسه تجربه اولى وبتتعلم فيها. بتعلم يعني، فانت بتتعلم في حاجه مش بتاعتك، مش مهنتك دي، مش شغلتي، مش انا مش لو اشتغلت مدرب بكره الصبح ممكن اعمل احسن فريق في مصر كلها تمام، لان انا بفهم في الحته دي يعني، انا متميز في الشغلانه دي. لكن انا كمذيع لا مش متميز. ده سؤال جاي لك لسه من الثالثه شمال. ما انا هقول لك اهو، انا كمذيع مش متميز في الحته مش بتاعتي. طب.